بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في جزيرة لانكاوي في فندق تانجو جروب ماليزيا. مصور لكم غرفة من نوع باي سوريا، غرفة من نوع باي سوريا، فندق تانجو جروب لانكاوي. نبدأ من هنا. هذه هي البلكونة. الفندق يصنف 5 نجوم. التصوير كان في عام 12/2015 بداية 2016. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هذا هو الشطار. غرفة من نوع بايا سوريا. البايا عندها تختلف فقط الإطلالة. بايا سوريا تطل على الحديقة، بايا السنجة تطل على البحر مباشرة. هذا هو الاختلاف فقط. تستطيع أن تضيف سرير واحد فقط في هذه النوع من الغرف. إطلالتها على الحديقة. لا يوجد اتصال في الغرف. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا، فندق تانجون جرو، جزيرة لانكاوي. هنا الاستقبال، هنا شاشة التلفاز مع تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.